أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا لا رجاء
ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن
لتحكم بين الناس بما أراد
الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا
وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا.
Thank you.
على فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء قارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي يطلع